بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الشفاء، هناك قواعد للشفاء مهمة جدا، زائد البرنامج الغذائي. مثل لنعطي مثال لمريض السرطان. مريض السرطان عندما يأتي لينام يجب أن يضع في باله فكرة إيجابية بأن هذا المرض سهل، يقاوم، ينتهي، لا يشعر بالاستسلام، بل يشعر بأن هناك أمور إيجابية تتحول في جسده نحو الإيجاب. مثلا قبل أن ينام يقول الحمد لله يا رب إنك شفيتني، يؤكد أنك شفيتني وعافيتني وأنني أنا الآن بخير، أنا الآن بصحة جيدة، ويردد هذه الكلمات، لأن ترديد هذه الكلمات تجلب إليه الفكر الإيجابي. هذا يحرك آلية الشفاء داخل الجسد. نحن عندما نفكر بشيء نراه، عندما نضع في مخنا بأننا نريد أن نستيقظ صباحا نستيقظ بدون منبه. هذه الميزة الموجودة في العقل في الدماغ نستثمرها للشفاء من أي مرض كان، بمجرد ما أن وضعنا الفكرة في البال.